قرب الميكرو الحاج. متابعي قناه شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من الدار البيضاء. وكما ديما فاحنا ديما كنمشيو عند الناس اللي كنحاولوا نسمعوا ليهم ونسمعوا مشاكلهم. اليوم انا في بيت واحد السيد كيف ما كتشوفوا، رجل مسن ملتزم كيف ما كيقول هو. المشكل اللي عنده هو انه عنده المشكل مع الجار ديالو، او كيف ما نقولوا ماشي جيران، هادو ياك الحاج زوافر ياك ما تقبلش هادشي. والمشكله فاش كيبغي يجي يهضر على حقه كيجي وكيتعلم عليكم. رفع صوتك شويه، قولي الاسم ديالك وفين ساكن. الاسم ديالي الزين النصيري، كنسكن في ليسانس العليا دوار ولاد الحجان. شنو المشكل اللي عندك الحاج؟ المشكل اللي عندي هو مداعي مع جيراني. نذكر سميات؟ لا سميات ما كنذكروهمش. مداعي مع جيراني، وجيراني جابوا لي واحد الجيوعه اخرى ضدي انا وضد ولادي، باش كيهضروا من الحزام لتحت. حاشاك باش كيهضروا من الحزام لتحت، وهادشي مسجلو عندي الفيديوهات وعندي داكشي بالدليل صحيح، وغادي نسمعكم داكشي عاد احكمو. يعني اي حاجه كنقولها راه عندي عليها دليل. واخا كمل الحاج. هاد الناس هادو ملي دعيت معاهم وصلت معاهم المخزن، جابوا لي هاد المجموعه كيتكرفصوا عليا وكيتكرفصوا على ولادي وكيهددوا ولادي بالجوج. علاش كيديروا هادشي الحاج؟ عنف كيديروا داكشي عنف باش يرحلوا لي. كيقول لك ترحل ما تبقاش هنا، هادي ما تبقاش ساكن هنا. علاش هما شنو كيديروا الحاج؟ هما شنو كيشيروا بالحزام بالليل اول حاجه. اها وسديناهم. التليفون عندي راه عندي واحد بلاك بيري، وغطلع عندكم في البيسي غادي تشوفوا بلاك بيري، لانه ديما كتخدم 24 ساعه على 24 ساعه، وعندي منها عده الفيديوهات. واخا كيف ما قلتي لي الحاج بان هاد الزوافري هادوك يعني كيديروا المنكر، عاود لينا. كيديروا المنكر، كيتعراو قدام الباب ديالي، والمراه غادي تشوفوها كتدخل تدخل هي وبنتي وكيتعراو. واحد منهم سميتو عزيز ما تذكرش الاسماء. واحد منهم المهم كيبرك قدام الباب وكيتعراو وكيبرك ليا قدام على قد الباب عندي، والمراه كدوز من حداه. واخا قلتي لنا كذلك بانه كيسكروا كيدخلوا البنات بالليل، ما كيخليوناش نعسوا. اشنو كت نهائيه؟ علاش ما كيخليوكمش نعسوا؟ ما كيخليوناش نعسوا، ما كنعسوا ما كنشوفوا النهار. من نهار وقع الواقع جاب لي هذه المجموعه عن شنو كتسمع بالليل؟ شنو كتسمع؟ كنسمع الخبيط في البيت، الدرديك في حدا الباب عندي، والخبيط، ومره مره كيشيروا بالحجر فوق الزنك. ها الزنك كتشوف البنات خارجين وداخلين عنده؟ في الصباح كيخليو بناتي كنعسوا، عاد كيدخلوا هذاك الشيء. شكون هما شنو شكون هذاك الشيء؟ هادو عاد كيدخلوا الدرديك. كيدخلوا البنات. اها كيدخلوا ملي كيكونوا ملي كنكونوا احنا وياهم، ملي كنكونوا احنا ملي كنكونوا احنا كيشوفونا دخلنا للدار كيتبعونا. بالضبط كتسمعي واحد الباب هو وحده، وهنا اون باس مع الباب ديالي مضروب بالبيرلي، كيتسمع في الفيديوهات كيتسمع كيتحل وكيتبعونا كيجيو هنا وكيبان باش كيهضروا. دابا انت الحاج ما تقبلتيش انهم ما تقبلتش ديك الهضره؟ واش غيتقبلها شي واحد مغربي؟ واش شي واحد مغربي غيتقبل هادشي؟ راه هاد المره اللي شادين هما وسارخين والله الا سيبقى ثلاثه د المرات على قبل المسيره ديال سيدنا، ومقيده في المقاطعه معروفه، وشدوها هما وسلخوها ثلاثه الخطرات. دابا انت الحاج عندك المشكل ان هاد الناس هادو كيديروا المنكر، وانت ما تقبلش انا داكشي، ما غاديش نتقبل. ولادي كيسولو كان القضايا ديال البول قدام الباب، ودير لي الطواليت عام النهار وقع الواقع، النهار وصلت مع الناس هادو، النهار وصلت معاهم المخزن، داروا لي الطواليت على قد الباب عندي، ها هي اون فاس مع الباب ديالي، خانزه كيدخلوا لي سته النفوس اللي كيدخلوا لي، وكتبقى خانزه شحال حافرين من السميت. ولا تقريبا واخا الحاج ديال اسمو ديال النهار. واخا سمعني الحاج، قرب الميكرو وسمعني باش نسولك. هاد الناس هادو ما حاوليش انك تهضر معاهم حبيا تقولوا هادشي اللي كديروا راه ما كاينش في الاخلاق ولا في المجتمع ديالنا. الاخت كذب عليك كذاب شحال من عدات. هاد الناس ما فيهمش الانسانيه بصفه نهائيه، ما كيعرفوش ما فيهمش الرحمه ديال الله. علاش هاد زوج شحال من عيد كون فيهم الإنسانية وكون كيعرفو بينهم وبين اللي خلقهم، غيجيو يتسامحو معانا وغادي نتسامحو، وكل واحد غادي يدخل سوق راسو. واخا أنا عاود ليا أشنو كيديرو بالضبط، عاود ليا حقاش مركزتيش ليا، ما قلتيش ليا بالضبط شنو كيدير. السهر بالليل.
اها ما كنعسيش موسيقى ايامك الاولى ما كنا ما كنعسيش وباقي عندي داكشي مسجل ما كنعسوش سيبان لها ايه هاد المجموعه اللي كنقولها وما عندي هنا رغ واحد كيسمي الاخر كنديروا عليهم بانه كنديروا هادشي كامل كيديروا دابا انا بغيت حل وانا بغيت ديروا لي حل مع هاد الناس هادو فقط شي اللي بغيت منهم راه تعدوا عليا طرفات القياس تعدوا على الدقيقه تعدوا على المراه ضربوها ضربوا الزرع مشينا للمحكمه مشينا للزلاسه كنحضروا كيهددوني في المحكمه هو مراته كيهددوني تما في المحكمه في الدعوه ديال المراه وبقينا غادي نجيين غادي نجيين حتى حكمت المحكمه باش حكمت عليهم حكمت عليهم شهور سيرسي وديك 3 شهور جات في الحظ الصاحب دوزوا علي القهره وداك الشيء ديك 3 شهور كلهم مسجلين دابا شنو الطلب ديالك الحاج؟ الطلب ديالي هو يحكموا بيني وبينهم بالحق بالذكر النمره ديالك؟ النمره التليفون ديالك؟ النمره التليفون راه عندي حافظها النمره التليفون ديالي راه بولا شوف اختي انا دوك تصاور هما باش نعرف النمره عرفت شنو كيف ما سمعتوا كيف ما سمعتوا متتبعي قناه شوف تي في هذه هي القصه ديال هاد السيده صراحه هو كيعاني في صمت كيف ما كنقولوا انا غنقولها يلا غيجبدها ليا السيد ما متقبلش المنكر اللي كيوقع هاد الناس هادو جيران ديالو هما زوافريه كيف ما كنقولوا عايشين بوحدهم كيدخلوا البنات كيسكروا يعني عايشين واحد الحياه اللي هي منحله السيد بدارو بوليداته ما تقبلش هادشي بغى اللي يلقى له حل بغى المسؤولين تدخل باش ان شاء الله يلقاو ليه حل رقم ديال التليفون ديالو 07 72 98 71 74 34 رقم ديال السيد هو 07 72 98 71 34 07 72 الرقم ديال السيد هو 07 72 98 71 34 غنعاود الرقم اللي بغيت يتواصل معاه 07 72 98 71 34 هاد السيد هذا ما بغاش المنكر هاد السيد هذا كيقول لك عباد الله عتقوني هو عنده وليدات عنده زوجة ما بغاش هاد المنكر هذا هاد الشباب هادو كيدخلوا الدريات كيسكروا وهادشي كيكون قدام عينيه وقدام وليداته وهادشي قال لك ما كيدير لله ولا عبده كنشكركم على تتبعكم لهذا البث المباشر اللي كان مباشرة من الدار البيضاء الى اللقاء